أنا بلسم بالأساس. أنا بحب أرسم وطورت حالي آخر سنتين إني أرسم بالألوان زيت على كانفاس. بلشت بالموضوع لأني أنا كنت حابة أبني قصص، صفة أنه أنا عم ببني أشياء اللي هي غريبة، أشياء اللي هي ممتعة، أشياء اللي بتضحك أو بتخوف، بتعلق بالحياة والموت، كاركترز، كل إشي مهجن، قصة بالأحلام، تفسير الأحلام. وكتير بعتمد على حاسة السمع. بحس إذا بسمع إشي وبيدي إشي فأنا بضلني بالغرفة. لما أسمع إشي اللي هو إنه بهمني إيدي بتصير تتحرك معه، فبحس إنه بطلع شغلات أكتر مما إني أخطط لإشي. الرموز بتخلي الواحد يسأل، يفكر، يبحبش لورا، يدور على تاريخ. الفورمز تعوني أنا بحب أبنيها، بحب كتير التهجين. فالفكرة بتوصل على الورقة لأنا بس بتصل. فيش عن جد لكل شغل، لكل لوحة مسار معين اللي مشيته قبل معه.